بنشكر الاستاذ لو محمود والاستاذ العميد حمدي ورجال المعسكر. دي حاجه طبعا حاجه مشرفه. احنا في نموذج حاليا اللي هو احنا هنا معسكر القوات الامن في مراحل تطويره. بدانا مع بالتنسيق طبعا مع السيد وزير الداخليه والسيد مدير العام ومدير قوات الامن ان احنا نطور مرحله. احنا بدا التطوير كبقية عاجله وهنروح نشوفوا الميس بتاع الجنود، ميس مجهز على اعلى مستوى ان شاء الله هنشوفه، المطبخ مجهز باعلى مستوى، ما عادش فيه بقى موضوع الأزانات، كل حاجات بالكهرباء وحاجات بالبخار، واحنا شفنا نموذج الاكل النهارده بالقطار. ثم اعلى مستوى ده موجود زي موجوده في الفنادق وانضف من الفنادق، السبع نجوم والخمس نجوم. العساكر واقفه تقدر تصرف، انت ممكن تمد ايدك وتاكل وتشوف طريقه اكلهم ايه ونظافتهم ايه. دي غلايه حاطين النهارده هتاكلوا هياكلوا رز ولحمه وخضار فاصوليا جافه والفاكهه ثمره البرتقال. يعني الاكل وبيطلع بتاعه المرتبه بتاعته المخده بتاعته في دورات ميه جديده، دورات ميه كامله متكامله الحمد لله نموذج كل الناس اشادت بيها ان هو دوره ميه حاجه محترمه للمجند. لازم اوفر له كل حاجه، سخان، ميه سخنه، وفي هنا كولدير لكل عنبر داخل العنابر، كل في كل عنبر كولدير عشان العسكري برضك لما يحتاج ميه سخنه موجوده، الميه البارده موجوده في الصيف في الشتاء، المراوح تبقى موجوده، الصواعق، كل حاجه متوفره للمجند. ده كله عائد على المجند، ده نفسيا المجند ارتاح. بعد ما المجند ارتاح وبطلب منه اي حاجه بعد كده بينفذها، حمى ويتعالج والثقافه، وفي نفس الوقت اخد منه شغل في الخدمات والتوجيه مع التوعيه بيبقى احسن. زي ما انت شايف، انت قضيت يوم مع العساكر شفت عاملين ازاي، دخلت على الترفيه بتاعه. العسكري عنده في وقت الترفيه عنده بلياردو وعنده بلاي ستيشن وعنده كافيتيريا بتاعته وعنده كل حاجه. شغال على قطعه رز، على رز شغال على رز، بس كده انا على الرز انا من غير رز اي حاجه تواصل.